هذو كلهم انواع العود ديال العود الحمر. هذه مش ماشى بلديه وما كديرش ولا كديرش شويه. اذا دارت هذا العام ما عمرها دارت. الطريقه هو كنعبروا لها هاد العداد هك، كنضربوا لها هاد الحساب هك ياك. هذه هذا الكومبرز ديالنا، صافي واحد شويه هاد الموس قاصح شويه زعما شنو واش قاصح. هذا كنديرو بحال شكل الساروت، هذا الشو اللي كنزيدو هنا. جات كبير، جات العود غلط من هذا، ولكن ومن الأفضل يكونوا قد قد. فاش بغيتي تزيد ديك تزيد بشويه باش نوفي هكاك كامل، نوفي هكاك كاملة كاع. عرفتي دابا كون كلا بختي لها شوية الغيس. لا لا بلا غيس حتى لا والله حتى كينكدا كاع. سول هذيك طريقة الغيس. ما عمرش درت الغيس. هو الغيس كيحميها صاحبي 100%. شتي الغيس؟ شتي انا لا لا لا. سير سير كاع مزيان باش تشد. حميك راه ما تشدش كامل. اما ندير ما تحملني لكش البرد، اما ندربش في البرد لا تضرك لا كتضاو بلاص. هذه طريقة تقليدية ديال التلقيم السي، طريقة تقليدية. وراه ما كرهتش واحد الشيء السي عيسى بحال كتشوف، هذا بغا حل الماي كتبقى شادة ليه الرطوبة وحاميه من سميتو باش دغا كتسخنو حتى باش ينبت دغا بحال هكا. ها؟ دير ليه دير ليه شي، ما تخلاش تعطل كاع بزاف. لا المهم سيمانه قاعد تحيدها يلا سيدي.